الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله غادي نصايبو فيها نسافلي. فبالنسبه للمقادير كنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام تاع الزبده تكون درجه حراره المطبخ، 250 غرام ديال الطحين، 50 غرام ديال اللوز مطحون، كذلك معلقه كبيره ديال مايزينا، بيضه، واحد ساشي ديال الخميره باردون ماشي الخميره ديال الفاني. فكنبداو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها هي الزبده، كنخدموها مزيان هي وسنيده، وكنزيدو عليها سكر ديال الفاني. دونك نخدموهم بيدينا مزيان حتى تولي لا تكستور ديالها بحال لا كريم. بدنت الزبده مزيان مع سنيده، غادي نزيد عليها دابا واحد البيضه وغادي نخلطها حتى هي، نخلطها حتى تجانس معها. عاد نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، عاد من بعد غادي نزيد الطحين شويه بشويه ونخلطه. صافي هنايا جمعت العجينه ديالي، غادي نلويها بابي سلفاريزي وغادي نديرها في الثلاجه لمده نص ساعه ولا ساعه تشد راسها، عاد نبدا نخدمها. صافي البنات الصابلي ديالي هو دا طاب، خاصكم تردوا البال الفران لحقاش دغيا كيطيب. انا غفلت عليه شي شويه وتحمر هنايا، عزلت يلاه هادو لي طايبين، المهم ما محمرينش بزاف. دابا غادي ندير ليه الكونفيتور وغادي نرش عليه شويه نتاع السكر كلاصي ونقدمو. نتمنى يعجبكم وبصحة وراحة.